الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 20 حلقة 20 في هذه الحلقة سنحاول أن نتم أو نختم موضوع النقود. وللتذكرة، احنا بدأنا هذه الحلقة في مفهوم وتعريف النقود، وما هي وما هو المفهوم الإسلامي للنقود، وحكم ما يعرف بالنقد الورقي. وقسمنا العرض إلى الجانب السلبي ثم الجانب الإيجابي، وكان هذا العرض مهم جدا، لأن هناك فتوى أو فتاوي وأبحاث كلها تصب فيما يعرف بشرعية النقد الورقي، وخاصة أن هذا العمل بتشريع أو إكساب ما يعرف بالنقد الورقي هذا الشرعية هو يسير مع الموقع أو الموقف السياسي لما هو في واقع العالم الإسلامي اليوم من نقود أصلاً تعرف بالنقود الورقية وهي ليست ورقية. ولذلك أنا في كتاب لي المفهوم الإسلامي للنقود وحكم النقد القانوني، ولم أقل النقد الورقي لأنه هو أقرب من القانون، لأنه فيش حاجة اسمها نقد ورقي أصلا. يعني بدأنا العرض السلبي لإثبات أن المساوئ في هذا النقد اللي هو له واقع النهاردة، واقع قانوني وليس واقع شرعي على الإطلاق، وواقع سياسي، ومهم أن احنا نفهم الواقع السياسي. كأن العالم الإسلامي النهاردة خلط الأمور، فأصبح الفتوى الشرعية تتبع القرار السياسي، زي ما بيقولوا في المثل You put the horse before the cart، يعني تحط الحصان قبل العربي، وهذا لا يستقيم أبدا يعني. ولكن هذا هو الحال، هذا هو الواقع. عرضنا الجانب السياسي وأثبتنا بما لا يدع شك أن مستحيل هذه المساوئ والانحرافات تكون لها أساس شرعي أو يؤيدها الشرع. ثم بعد هذا الأساس، لأنه لا يكفي طبعا، السؤال طيب ما دليلك؟ فجئنا بالدليل وقسمنا الدليل إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من هذه المراحل كافي لأن يضحد الفتاوى والآراء بشرعية النقد الورقي. أقر الرسول عليه الصلاة والسلام التعامل بالذهب والفضة كأثمان، وهذا يكفي. يقول الناس لكن هناك إضافات، قلنا قد تضيف، ولكن لا يمكن أبدا أن تتجرأ لتشرع عدم ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وده في النقود، لأن الرسول أقر الذهب والفضة كأثمان، واتفقت التشريعات البشرية جميعا النهاردة على تحريم التعامل بالذهب والفضة كوحدة نقدية. بعد ذلك انتقلنا إلى النصوص، وجئنا بحوالي 4 أو 5 نصوص
كل نص فيها كافية لأن تؤكد أن الذهب والفضة بما فيهم من ثمنية، والثمنية هنا ليست مطلقة لأن ما فيش زي ما قلنا في الثمنية عملية نسبية، فكل شيء فيه قيمة نفعية وقيمة تبادلية، والتبادلية هي أصل الثمنية، ولكن الثمنية في الذهب والفضة طاغية والتي تشير إلى أن الهدف أو الهدف من خلق هذه العناصر بهذه الصفات هي أن تكون معيار للقيم وتكون أثمان للناس، ويكون كل من الذهب والفضة معيار لقيمة الآخر. انتهينا من هذا العرض كاملا، يكفي لأن يكون ذلك حجة وسند ونص بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذين المعدنين ليكونوا أثمان للناس ومعيار للقيم. نضيف شيء وده ساينس، الصفات الذاتية للذهب والفضة. الصفات الذاتية مستقلة بعيدة عن الإنسان، هذه الصفات تؤكد صلاحية الذهب والفضة لاتخاذهما وحدات ثمنية، واستقر العالم كله عليها حتى سنة 71 قبل قرار نيكسون. هذه الصفات يتكلم عنها العلماء، وأعيد وأنتهز فرصة لتذكير الناس بفريدريك سودي، رجل عالم كيميائي وبروفيسور. هذا البروفيسور أقر بأن هذه الصفات الموجودة خصوصا في الذهب والفضة تختلف عن أي معدن آخر، وهذا الاختلاف يسير في طبيعة التوازن الكوني، أن لها وظيفة محددة وليس لها وظيفة أقيم ولا أثمن من أن تكون أثمن. يبقى باستعراض، هناك وظائف وهناك خواص كثيرة جدا للذهب والفضة، ذكرتها في الكتاب وموجودة في الكتب ساينس، يعني كثيرة جدا تؤكد أن الوظيفة الأولى لهذين الثمنين أو هذا العنصرين الذهب والفضة لا بد وأن تكون أثمان للناس ومعيار للقيم. هناك بعض المسائل مثل الفتوى، وجينا احنا الفتوى وذكرت أسماء واسم مهم جدا اللي هو كان بداية الفتوى في مجمع البحوث، وأظن هي كانت أول فتوى، وقلنا احنا للطبيعة السياسية لهذا الأمر، وهو الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن منيع بدايته، وكتب كتاب وأشرت أنا إلى هذا الكتاب وموجود في الكتاب واسمه وظروف الفتوى كلها في الكتاب اللي احنا بصدد مضمونه اللي هو الاقتصاد الإسلامي مبادئ وحدود. وهذا الرجل ما زال حيا يرزق ويسأل، وأرسلت له الكتاب وردي على الفتوى من أكثر من جانب إلى somebody أعرفه وادعى أنه قريب له وأكد لي أنه قد أوصل الرسالة وكتابي اللي هو المفهوم الإسلامي للنقود وشرعية النقد القانوني، أوصله له. فأنا يعني بذلت جهدي لأخبره بالمعلومة ظنا أن هذه المعلومة أو بعض المعلومات ليست له.
إلا إن الفتوى ركيكة جدا، وعلى الذي يهتم بالأمر أن يطلع على محتوياتها في كتاب الإقتصاد الإسلامي. هذه الفتوى. هناك بحث أكاديمي باللغة الإنجليزية، بحث لماجستير، بدأ البحث باختلاف الفتوى باختلاف العرف، اختلاف الفتوى لاختلاف العرف، وأن النقود أمر مصدره العرف، والعرف من التشريع، ويعني بحث كده رقيق. وشاءت الظروف أنني سئلت عن هذا البحث بعد تقييمه، وقلت أنه هو يعني لا يصلح على الإطلاق، سواء لأنه اتخذ خذ العفو وأمر بالعرف، واتخذ وقال هنا للعرف ما اعتاد عليه الناس، وأن هو مصدر من مصادر التشريع، علما أن هذا فهم خاطئ. العرف فعلا مصدر من مصادر التشريع. ليه؟ لأن المجتمع الإنساني لم يبدأ من الصفر، هناك أشياء أقرها، فاعتبر ذلك من العرف، ولكن بشروط، وإلا كان العرف شرب الخمر والميسر وكل المساوئ أقرها التشريع الإسلامي. وهذا يعني من مش عايز استخدم ألفاظ قوية، غير مقبول على الإطلاق. يبقى ردينا على الفتوى وردينا على البحث، كما هنا آراء كثيرة جدا، وللأسف ممن درسوا الاقتصاد وممن يدعون أنهم علماء في الاقتصاد أو بخصوصا الاقتصاد الإسلامي، هم يعني بغض النظر عن حكمي عليهم، إنما أنا مهمتي أن أستعرض الرأي الشرعي بمنهجية أقرها الشرع، أصلها الوحي الكتاب والسنة، كما فعلنا في الحلقات السابقة. كثير جدا من الفتاوى والآراء يدعي لقول ابن تيمية: أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد لا شرعي ولا مرجعه، ومرجعه إلى العادة والإصرار، حد طبيعي وشرعي. يعني إيه حد ليس له حد طبيعي ولا شرعي؟ يعني غير موجود في الطبيعة، يعني إحنا لم نجد درهم بوزن معين موجود في الطبيعة. هو يدعي قال ذلك ابن تيمية، وهو يعني في شيء من الصح، ولا شرعي، حد طبيعي نتفق معه، لكن شرعي إزاي بقى؟ إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام حدد قيمة الدرهم والدينار على الأقل في الوقت الذي استخدم فيه الدرهم والدينار في مكة، حتى الأوزان لو اختلفت ممكن تجيب أعلى واحد وأقل واحد وتقسمهم على اثنين، أو تستنتج من فقه الزكاة والفدية، ويكون هناك الدرهم والدينار الحساب، كما فعل عبد الملك بن مروان. يعني عبد الملك بن مروان سك الدرهم والدينار، أو ضرب الدرهم والدينار، ليس هذا فقط، بل أقر نظام نقدي ومنع التعامل فيما دونهما. هذا ليس اعتداء، لأن الذهب والفضة ممكن تغييره أو تبديله بالذهب والفضة الرسمي أو الدرهم والدينار الرسمي، حتى لا تختل لتعاملات الناس، ليس لعدم قبوله بقبوله أن الدرهم والدينار هي الأثمان المعتمدة شرعا. نيجي للبحث الماجستير، هو في كان في برمنغهام سنة 1977، الباحث عصام غريب
ده البحث اللي هو قال إن النقود من الأعراف وتغير الأعراف تتغير الفترة، هذا كمعلومة يعني. نيجي للادعاء بأن التعاملات تطورت من المقايضة إلى عملة الذهب والفضة، هذا خطأ. وذكرت أنا إن أول من ضرب الدرهم والدرام الدرهم والدينار وسيدنا آدم، وكان هناك الأحكام الشرعية يعني في الريفرنس بأن سيدنا آدم عليه السلام هو الذي ضرب الدرهم والدينار. وإحنا نعرف أن القرآن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأن ربنا سبحانه وتعالى لما علم آدم كان من ضمنها طبعا بدون شك الذهب والفضة، فهو يعرف قيمة ووظيفة الذهب والفضة. نيجي بقى القضية مهمة جدا نعيشها اليوم، وهي من الظواهر التي غزت العالم الإسلامي وليس لها في الحقيقة أصل، ولكنها تتمتع بشيوع، وللأسف تحتوي على رأس مال جامد جدا، وهي البنوك الإسلامية. بداية وحنثبت ذلك، هذه الظاهرة هي بنوك ضرار، وظاهرة البنوك الإسلامية خطيرة جدا. أنا لست ضد العمل الإسلامي، ولكن هي لا تعبر عن حقيقة أبدا. البنوك الإسلامية ليست بنوك وليست إسلامية، ولا يمكن أن تكون بنوك ولا يمكن أن تكون إسلامية. ليه؟ يعني هو العملية ليست خطابة وليست ادعاء. أصل البنوك اليوم مؤسسات، مؤسسة بنك مركزي، حتى البنك المركزي له علاقة لازم يكون مع البنك الدولي والإنترناشنال مونيتري فاند، ثم بنوك فرعية، وهذه البنوك الفرعية كلها تتبع البنك المركزي كمقنن وله سيادة عليها جميعا. مستحيل هنا في إنجلترا تفتح بنك إلا بموافقة البنك المركزي. البنوك الإسلامية ليست مؤسسة متكاملة، ده فروع متغايرة في أماكن كثيرة جدا، دي من ناحية الشكلية. طيب من ناحية الوظائف، الوظيفة الأولى للبنك اليوم هي خلق النقود. طبعا الكلمة نفسها كلمة غير صحيحة، فالخلق لا يكون إلا للخالق وهو الله سبحانه وتعالى. خلق النقود مغالطة، فيش حاجة اسمها خلق النقود. لكن نعود إلى ظاهرة الصائغ حينما خلق قيمة عن طريق إعطائها فائدة، فهذا ليس خلق وإنما خلط. فليس هناك شيء اسمه خلق النقود، ولكن هذا هي الوظيفة باعتراف البنوك الغربية جميعا للبنوك. وأنا ذكرت في كتابي شهادة جيفري اللي هو كان رئيس البنك المركزي الإنجليزي، مع شهادة الشيخ صالح كامل رئيس أو كان على الهيد بتاع مجموعة البركة، والاثنين أقروا إن ما فيش حاجة اسمها بنوك إسلامية. إذا من ناحية الوظيفة هو ليس بنك، من ناحية الشكل هو ليس بنك. طب كيف لا يكون إسلاميين؟ إحنا أثبتنا النقود هي عين الربا، ثم إن البنوك الإسلامية تستخدم النقود سواء النقود العربية
في الدول الإسلامية أو النقود الغربية، الدولار والاسترليني والريال، وكل هذه العملات إحنا أو أقرينا فيها وأثبتنا إن هي عين الربا، فكيف تتعامل بعين الربا وتدعي أنك إسلاميا؟ إذن البنوك الإسلامية ليست بنوك وليست إسلامية، هذا في المجموع. طيب، حينما نتكلم عن البنوك الإسلامية بهذه الصورة، نذكر كذلك أن فائدة البنوك الربوية اللي أقرنيها كلها، حينما يدعي أحد أن هذه الفائدة ليست ربا بغض النظر عن هي ودائع ولا على الأرصدة، بغض النظر هي فائدة، إن لم تكن هذه هي الربا، أصل الربا، فما هو الربا؟ نجد من يقوم وخاصة ليدافع عن واقع النقود السياسي ليعطيه صفة شرعية ويقول أن البنوك الإسلامية فائدة البنوك ليس عليها ضرر ويتحرك كذا، وبعدين في النهاية النهاردة أصبح من الجرأة يقول إن هي ليست هي الربا وإن دي حلال. إن لم تكن هذه هي عين الربا وهي الربا، فما هو الربا؟ مغالطات، وكل هذه المغالطات جاءت تحت رأي أو راية أن القرار السياسي والواقع السياسي تتبعها الفتوى والرأي، وهذا خلل لا يجوز ولا يكون، وما يترتب عليه هو خلل في العلاقات والنشاط الإنساني وضياع أو فقدان البناء التشريعي الشرعي، وهذا لا يجوز أبدا للمسلمين ما دام عندهم كتاب الله وسنة رسوله. أظن بهذا أعطينا فكرة متكاملة عن الرأس الأول للمثلث النقدي وهو النقود. إن شاء الله نتابع الرؤوس الأخرى لهذا المثلث، وهي تحريم الربا وفرضية الزكاة. أرجو أن أكون وفيت كثير من جوانب النقود في هذه الحلقات في معنى النقود، وإن شاء الله بمتابعة تحريم الربا وفرضية الزكاة سنضيف إلى ما قلنا إليه أبعاد أخرى حتى تكتمل مش معنى النقود وحده، حتى يجتمع المعنى الكامل لكل من الرؤوس الثلاثة اللي هم مفهوم النقود وتحريم الربا وفرضية الزكاة. نراكم في الحلقة القادمة 21 إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.